تواصل الفرق الميدانية المعنية بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية جولاتها للتأكد من الالتزام بالقرارات الهادفة إلى مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. يترافق ذلك مع انتشار أمني موسع في محافظات البلاد الست من قطاع الأمن العام والقطاعات الأمنية الميدانية الأخرى لمساندة وزارتي البلدية والتجارة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق كافة الأنشطة والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية. وللحديث أكثر عن جولات الفرق التفتيشية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية تنضم إلينا على الهواء مباشرة ومن فندق سفير الفنطاس الزميلة عائشة أحمد. عائشة، مساء الخير وبعد التحية، هل لك أن تطلعين على آخر الأحداث وماذا لديك؟ تفضلي عائشة. نعم أنوار، مساء الخير ومساء الخير للسادة المشاهدين. جولات تفتيشية موسعة تقوم بها لجنة متابعة الاشتراطات الصحية، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الصحية حفاظا على أرواح مرتادين هذه الأماكن، والرقابة طبعا أكيد تكثيف العين الرقابية وتشديدها على كافة الأنشطة والتأكد من إغلاق الصالونات والنوادي. لمزيد من التفاصيل معنا نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري الأستاذة إيمان الأنصاري للحديث بشكل مفصل عن هذه الجولات. يعطيكم العافية، جولاتكم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، حدثينا بشكل أكبر عن تكثيف هذه الجولات خاصة بعد قرار مجلس الوزراء. أستاذة تفضل. يعطيكم العافية. بداية أحب أشكر وزارة الإعلام على جهودها اللي قاعد تقدمها، أنتم الجنود المجهولين اللي متواجدين معنا في الميدان، فلكم كل التحية والشكر. كلفنا من قبل مجلس الوزراء في التفتيش على الفنادق، والهدف منها هي في الآونة الأخيرة بدأت تنتشر وباء كورونا بسبب التجمعات العائلية سواء في الأعراس أو المناسبات، حفلات النجاح وأعياد الميلاد والديوانيات وغيرها. فمنعاً لانتشار الوباء في هذه الأماكن، للأسف رصدنا بعض الفنادق اللي قاعد تقيم مثل هذه الاحتفالات بطريقة سرية، بطريقة مخالفة لقرار مجلس الوزراء. فاليوم كلفنا احنا الفريق النسائي للتفتيش على الاشتراطات الصحية بالتفتيش على كافة الفنادق، فاحنا اليوم منتشرين في جميع المحافظات في كل فنادق الكويت للتفتيش على هذه الفنادق. وأي فندق أو مطعم أو جهة نرصدها أنها أقامت مثل هذه النوعية من الاحتفالات والتجمعات راح يتم مباشرة مخالفتها وسحب الترخيص منها. فاحنا نأمل أن يتم مد يد العون مع الحكومة من القطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة. هذا وباء خطر، الكويت قاعدة تمر الحين في منحنى خطر، مو بس الكويت، العالم بأسره قاعد يمر في منحنى خطر. فمتى ما مدوا يد العون لنا في التصدي لهذه الأمور ومنع تكرارها ومنع حدوثها من عمليات التجمعات في هذه الفترة، إلى إن شاء الله نعبر هذه المرحلة بأمان. شكرا جزيلا الأستاذة إيمان الأنصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري، والجدير بالذكر أنه تمت زيارة 120 ألف جولة تم الانتهاء منها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، مع طبعا أكيد لجنة متابعة الاشتراطات الصحية بتواجد من بلدية الكويت، الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة، وأيضا تواجد وزارة الداخلية. هذا كل ما لدي من فندق سفير الفنطاس. عودة للاستديو. نعم، من فندق سفير الفنطاس الزميلة عائشة أحمد، شكرا جزيلا لك ولضيفتك الكريمة. شكرا لك.